أبنائي الطلبة، نعود معكم مرة أخرى من خلال لجنة تفعيل التعليم عن بعد في جامعة الأقصى وقناة جامعة الأقصى للتعليم الإلكتروني. في هذه المحاضرة أو الوحدة الثانية من الرياضيات لشبكات الحاسوب، سوف نتطرق لبعض العمليات الحسابية التي نحتاجها في الرياضيات أو في الاي تي، وزي كما ذكرنا في المحاضرة السابقة تكلمنا عن الاحتمالات probabilities وآلياتها المختلفة، واليوم سوف نتكلم عن التوزيع وأشكاله المختلفة بما يتناسب مع دراسة الاي تي من خلال مساق رياضيات لشبكات الحاسوب. Distribution. التوزيع. Distribution is a function that maps events of sample space to numerical quantities. هي الدالة، التوزيع هو الدالة اللي بتعمل ايش؟ اللي بتناب الايفنتس، اللي بتودي الايفنتس او اللي بتربط الايفنتس اللي موجود في سامبل سبيس معينة وبتديه قيم رقمية، تعطيه قيم رقمية، مش هيكون هو حدث. So it is neither an event nor an observation. لا هو حدث ولا هو مخرج من المخرجات. أو تعريف تاني، الـ distribution a quantity that can assume any one of a set of values، مجموعة من الـ values، تمام، مجموعة من الـ values، هذه مجموعة من القيم بنسميها domain، بتنحسب على شكل احتمالات لأحداث معينة، على شكل احتمالات لأحداث معينة. For example، لو اجينا رمينا حجر ناد، رميناه مرتين يعني، او مسكت حجرين ورميتهم مره واحده، طبعا النتيجه لما ارمي حجر ناد هتكون من 1 لـ 6، وفي الحجر الثاني هتكون من 1 لـ 6، لكن لو كان مجموع الحجرين الموجود عندنا هيكون الناتج لما ارمي حجرين مع بعض يا اما هيجيب 1 و1، يا إما هيجيب 1 و2، يا إما 1 و3، هاي كل probability اللي عندنا 1 و4 لحد 1 و6، 2 و1 ما هي موجودة هنا، هيجيب عندنا 2 و2 لحد 2 و6، وكذلك من عند 3 و3 لحد 3 و6. طيب الآن probability اللي يكون للسم لا الاكس والواي الموجودين، مجموع الوجهين اللي وجدوا عندي هيكون من الاثنين لل 12، لانه 1 و1 هتبدا باثنين، و6 و6 عند 6 و6 هنا هتنتهي بكام؟ هتنتهي ب 12. مجموعه هاي كلياتها بنسميها ايه؟ السامبل سبيس. لكن البروبابيلتي او الديستريبيوشن للسامبل سبيس هذا هيكون 2 3 4، اللي هيجيب معي الديستريبيوشن 2 كم واحد؟ اللي هو 1 و1، اللي هي 1 على اللي كل السامبل سبيس الموجود هنا، اللي هيجيب معي الديستريبيوشن 3 اللي هو 1 و2 و2 و1 اللي هو 2 على المجموع كلياته هنا، اي ثينك انه المجموع كلياته بيكون 36 في السامبل سبيس، 2 على 36 اللي هو 1 على 18. هنشوف الكلام هذا في الاكزامبل لما نكمل اكزامبل في السلايد اللي بعده. طيب اكزامبل ثاني، لو بدنا نمسك كوين او العمله النقديه ورميناها 3 مرات، في المره الاولى هيديني ايه؟ هيديني صوره كتابه، في المره الثانيه عند الصوره هذه لو رميناها كمان مره هيديني صوره كتابه، ولو رمينا كل واحده مره ثانيه هيديني صوره كتابه صوره كتابه صوره كتابه. طيب لو كان البروبابيلتي او الدومين الموجود عندي اللي هو ايه؟ عدد الهيدز الموجوده، نمبر اوف هيدز، في المره في اول واحده هيديني النمبر اوف هيد 3،
بعدين حيديني اثنين في كم مرة؟ في 3 مرات، وحيديني واحد هيد واحد في 3 مرات، وزيرو في مرة واحدة. يبقى حيكون هذا بسميه الدومين للديستريبيوشن، 0 1 2 3، 0 1 2 و3، هذا الديستريبيوشن للعدس. كيف نحسب الديستريبيوشن؟ الديستريبيوشن الزيرو كم مرة حيديني؟ حيديني مرة واحدة، اللي هو 1 على 1 2 3 4 5 6 7 8. الدومين عندي هيك 8، يبقى 1 على 8. الاثنين حيديني 3، ايه الواحد هيديني 3 مرات، يبقى 3 الواحد هيديني ديستريبيوشن 3 على 8. كمان الاثنين هيديني ديستريبيوشن 3 على 8. الثلاثة هيديني ديستريبيوشن 1 على 8. هذا الديستريبيوشن تبع مين؟ تبع الثلاثة. طيب عندنا هنا الديسكريبشن للاكزامبل. لما ارمي حجرين ناد مع بعضهم. Consider again probability experiment where a six-sided die is rolled twice. ارميت الحجرين الناد هذا مع بعض، تمام؟ طبعا الاكس بتكون the sum of twice. لما ينحسب الاكس بيساوي 3، اوكي الاكس بيساوي 3. الاحتمالات تبعها ايه؟ الاحتمالات حلاقيها 36 احتمال. الواحد هيتكرر معهم كلياتهم مع الواحد 2 3 4 5 6، والستة كمان الموجود عندي هنا هيتكرر مع الحجر الثاني. لما يكون عندي المجموع للوجهين بثلاثة، طبعا هنلاقي هنا المجموع للوجهين بثلاثة اللي هو عند الواحد واثنين، وعندي اثنين وواحد حسب البروبابيلتي كلياتها. وين كمان هيتكرر معي؟ هيكون ثلاثة عندي، هلاقيه عند ثلاثة وثلاثة، لا عند الثلاثة وزيرو، بس يكون عندي اثنين من كام؟ هي واحدة هي تنتين، يبقى اثنين على كام؟ على 36. اثنين على كام؟ على 36 اللي هو 1 على 18. طيب لو قلنا احنا بدنا اياه يكون الداي هذا عند مثلا لما الاكس، لما الاكس بيساوي مثلا احنا قلنا هنا للدومين عندنا من الاثنين لكام؟ لل 12. هذا هو ايه؟ هذا الدومين للديستريبيوشن من الاثنين لل 12. لو قلنا الاكس بيساوي 8، الاكس او بيساوي 7، بلاش عند ال 8، عند الاكس بيساوي 7. لما الاكس بيساوي 7 هنلاقيه عند مثلا ال 1 و 6 عند الاكس بيساوي 7، ال 2 و 5 الاكس بيساوي 7، ال 3 و 4 عندنا الديستريبيوشن الاكس بيساوي 7، كمان عند ال 4 و 3 هنلاقيه بيساوي 7، عند ال 5 و 2 هنلاقيه الاكس بيساوي 7، وال 6 و 1 هنلاقيه انه الاكس بيساوي ايه؟ بيساوي 7. كم واحد؟ هي 1 2 3 4 5 6، هنلاقيها اللي هو 6 على 36 اللي هو. هذا السلايد بيوضح الكلام اللي كنا عم نحكيه في السلايد اللي فات. We are not interested in the actual value of the random number. احنا بنهتمش للاكشوال فاليو للراندوم نمبر نفسه، لكن احنا بنهتم في البروبابيلتي للاسوشيتد او البروبابيلتي المرتبطه بالراندوم نمبر. يعني الدومين الموجود عندي هنا عندنا الدومين من 2 ل 12، احنا بنهتمش للدومين هذا، لكن بنهتم لايه؟ للبروبابيلتي اللي هي جايه عوين على الدومين. زي ما قلنا هذا التوزيع الطبيعي لما قام حجرين ناد. هنا الحسابات لما يكون مثلا لما يكون مجموعهم بيساوي 12 كانت البروبابيلتي 1 على 36، لما مجموعهم الحجرين بيساوي 3 2 على 33، لحد مجموع مثلا 16 مجموعهم 12 كان بيساوي 1 ل 36. وشايفين التوزيع الطبيعي بشكل ديسكريت كيف ماشي عندنا بالشكل هذا اللي هو من 1 ل 12. في الكونكلوجن لاخر جزء
من الديسكتوب او اخر جزء او اخر فقره او اخر سلايد من الجزء الاول في المحاضره تبعتنا، بنقول انه تايب اوف ديستريبيوشن اللي هو انواع الديستريبيوشن، حيكون في عندنا كونتينوس وفي عندنا ديسكريت او كونتينوس وديسكريت. بالنسبه للديسكريت وين ومتى بيكون ديسكريت؟ لما بيكون الفاليو اللي بتيجي من الكونتينوس بتكون كاونتبل نمبر، احنا حاجه بنقدر نعدها، بنقدر انفيكس، بنقول 1 2 3 بيكون فيكسد لما عند الاكس بيساوي لما الاكس بيساوي 2 الواي بتساوي 3، الواي بتساوي 3 فور اكزامبل، بنقول الكلام هذا. مثلا بقول لما الاكس بريزنت نمبر اوف هيدز، لما الاكس بتكون اللي هي عدد الهيدز الموجوده اللي او العدد الاكس الموجوده اللي جاي عندي، اداني فيكسد نمبر 0 1 2 3 هيكون معي ما فيش ولا هيد، او في هيد واحد او في اثنين هيد او في 3 هيد، هذا بيكون الدومين. الان الديستريبيوشن هو البروبابيلتي لايه؟ للدومين هذا، لكل اكس موجود وين؟ موجود في بلونج الدومين، لكل اكس موجود بالدومين هو البروبابيلتي. هشوف البروبابيلتي للزيرو هلاقيها 1 على 8، لكن البروبابيلتي للواحد شفناها كانت 3 على 8، والبروبابيلتي للاثنين كانت 3 على 8، والبروبابيلتي للثلاثه كانت 1 على 8. لكن لو كانت كونتينوس بدل ما يدينا ديسكريت فاليو الاكس بيكون لها قيمه معينه، بدل ما تديني ديسكريت فاليو عند الثلاثه بالظبط هلاقي الاكس تديني حاجه موجوده في رينج من 2 ل 4 او من 3 ل 5، تمام، لكن مش محدده وين بتقع بالظبط، مش محدده، لكن هي محصوره في رينج معين، الرينج هذا موجود في بين 2 و 8 او من بين 3 و 8، ممكن يكون اي رقم موجود بين الرقم هذا، عشان بنقول انه هذا بنكون انفاينيت لانه موجود في رينج او موجود في انترفال معين. فور اكزامبل مجون لاف ذا اماونت اوف رين فول ان سيتي اوفر يير، قديش نسبه الامطار اللي بتنزل على مدينه معينه في السنه، تدينا ان رينج ان افريج، او حاجه ثانيه الافريج height of random group of 25، عندي 25 واحد من البيبول هذا قديش طوله، بنقول ان رينج بتوين كذا وكذا، بتوين متر ونص لمتر و80 سم. وهيك هذا الجزء الاول من المحاضره الثانيه تبعتنا اللي هي تنتمي للديستريبيوشن. نشوف في الجزء الثاني هنتكلم عن حاجه ثانيه او جزء ثاني من المحاضره ان شاء الله. كوموليتيف دنسيتي فانكشن، دالة التوزيع الطبيعي او دالة التوزيع اسف التراكمي. لو كنا اي فاريبل من التو فاريبلز الموجوده عندي، او اي فاريبل اي متغير موجود، يا اما بيكون ديسكريت فاريبل، يا اما بيكون كونتينوس فاريبل، يا اما بيكون منفصل، يا اما بكون متصل. اذا كنا بنتكلم عن المتغيرات المنفصله، بتكون الكوموليتيف دنسيتي فانكشن بتعمل ايفالويشن للدنسيتي للكثافه لمجموعه من الفاريبلز المحدده، بتجيب كثافه الفاريبلز كلياتها او فاريبل معين. يعني لو كان في عندنا في الفاريبلز هذه ماشيه 1 2 3 4 5، تمام، الواحد هيكون له الساوند هذا او القيمه هذه، الاثنين هيكون له القيمه هذه، الثلاثه هيكون له القيمه هذه، الداله 4 هيكون لها قيمه هنا، الداله 5 هيكون لها قيمه هنا. الفانكشن هذول او كيف تعمل ايفالويت، يعني الكثافه للاثنين هي عباره عن كل الجزء الموجود، الجزء الموجود هنا كلياته، اوكي، يعني عن جزئيه هذه، تمام، الكثافه للثلاثه او للاربعه عشان نميزها، بتكون الجزء مش بس هذا الساوند للاربعه، لا، هي الساوند لحد هنا وهنا وهنا، يبقى الساوند هذه كلياتها، كل المساحه الموجوده
هنا. اما اذا كنا بنتكلم عن continuous function، ال continuous function الفانكشن اللي عامله بالشكل هذا، تمام، عند هنا عند الواحد، عند الاثنين، عند الثلاثة، طبعا كلياتها هذه الفانكشن مش معرفة، القيم الموجودة للواحد مش قيمة محددة نقدر نعرفها، بنعرفها داخل رينج معين، بنعرف القيمة للواحد داخل رينج معين ما نقدرش نحدده بالضبط. الدنسيتي او الكوميوتيتيف فانكشن للتنين مثلا هي المساحة الموجودة من عند الواحد للتنين. الكوميوتيتيف دنسيتي فانكشن للتلاتة بين بين التلاتة لحد الزيرو اللي هي كل المساحة الموجودة هنا. اوكي، يبقى الكوميوتيتيف ديستريبيوشن فانكشن هي المسؤوله عن اذا كان نتكلم عن ديسكريت فاريبل، هي بتعمل ايفالويشن للفاريبلز او للقيم الموجوده هنا، بتعمل تقييم للقيم الموجوده هنا. اما اذا كنا بنتكلم عن كونتينوس فانكشن فهي بتحسب مسافه او بتحسب مساحه معينه تحت اللي هو كيرف معين. طبعا هاي دائما بتهتم بالديستريبيوشن للحاجه بسموها المالتي فاريانت راندوم نمبر، متغيرات عشوائيه او متغيرات عشوائيه متعدده، ما ينفعش تكون مع متغير واحد، لازم يكون في عندنا اكثر من متغير عشان نقدر نتعامل معه. اوكي، ما دامنا بنتكلم عن حساب الفاريبل او لدنسيتي للفاريبلز في حاله الديسكريت، اكيد انه الدنسيتي هذه لها قانون معين في حاله الديسكريت. الفانكشن الاف اوف اكس اوف تي، الدنسيتي هذه الموجوده هناك، كثافه الفاريبلز المعين بتكون لكل بروبابيلتي، مجموع البروبابيلتي لما الاكس اصغر من التي. لو بدنا نحسب الدنسيتي للاف اوف اكس عند تي معين، كل الدنسيتي لما الاكس تكون اقل من التي، الدنسيتي تبع الواحد، الدنسيتي تبع اثنين، الدنسيتي تبع الثلاثة، لحد ما نصل لوين؟ لتي. لو افترضنا انه عامل بالشكل هذا، هي واحد اثنين لحد التي، تمام، وكل واحد هذول له قيمة او له probability معينة، يبقى الفاريبل او الدنسيتي هذه بنحسب كل الفاريبلز الموجودة هنا، هذا زائد هذا زائد هذا زائد لحد ما نصل لوين؟ لعند التي. اما اذا كنا بنتكلم عن اللي هو continuous function، بتكون الاريا زي ما حكينا، الاريا الموجودة وين؟ موجودة تحت المسار هذا. لو كانت هنا عندي التي، بنتكلم عن الآية الموجودة هنا، بدنا نحسب قيمتها. طبعا هنا حيدخل معنا ايه؟ الانتجريشن اللي هو اف اوف اكس، الانتجريشن من ناقص من النهاية لحد الاكس اللي هو التي هذه، اف اوف تي الفانكشن اللي هو بيعطينا اياها عنده، وكل هذا بيطلع ايه؟ الآية الموجودة عندها هنا. هنشوف أمثلة على الكلام هذا بالتفصيل لكل نوع من الأنواع هذه. نشوف example هنا عن الديسكريت كوميوتيتيف دنسيتي فانكشن اللي هو التراكم، الدالة المتراكمة، التوزيع التراكمي، تمام. لو كان في عندنا مجموعة من الفاريبلز من واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تمام، فابلز واحد ماخد بوينت اتنين، فابل اتنين ماخد بوينت واحد، فابل تلاتة ماخد كمان بوينت اتنين، فابل أربعة ماخد بوينت اتنين، فابل خمسة ماخد بوينت تلاتة، تمام. هنلاقي انه الكوميوتيتيف دنسيتي فانكشن عند الواحد اللي هي المسافه او الكثافه الموجوده للواحد هنا، المسافه او الدنسيتي هذه الكثافه هذه. طب لو كان عندي الكوميوتيتيف دنسيتي فانكشن من واحد للاثنين، عندي الاثنين من واحد للاثنين تبع الواحد وتبع الاثنين مع بعض، تبع الواحد وتبع الاثنين
مع بعضيها، نشوفها بلون تاني، هنلاقيها هاي الواحد وهي اتنين، هنلاقيها كل الدنسيتي الموجودة هنا. عند التلاتة نشوفها بلون تالت، هنلاقي عند من واحد من اي بتساوي واحد لتلاتة تبع الواحد تبع اتنين وتبع تبع الواحد والتنين والتلاتة اللي هو كل الدنسيتي الموجودة هذه. عند الأربعة هنلاقيها، عند الأربعة هنلاقيها من واحد لأربعة الكوميتيتيف دنسيتي فانكشن اللي هو الكثافة التراكمية اللي هي مجموع البروبابيلتي الموجودة للواحد والتنين والتلاتة والأربعة، هنلاقيها الكثافة الكلية هذه. عند الخمسة تمام هنلاقيها برضو الكثافة التراكمية من واحد لخمسة، عند الواحد وعند التنين زائد عند التلاتة زائد عند الأربعة زائد عند الخمسة، هلاقيها كل الكثافة الموجودة عندنا بالشكل هذا. في النهاية الكثافة النهائية عند آخر نقطة لازم بيساوي واحد، وهذا وضع طبيعي انه كل probability، كل القانون الاساسي اللي اخذناه في الاول اللي هو السميشن للبروبابيلتي لازم يكون اصغر او يساوي او يساوي، لازم يكون كلياته بيساوي واحد، لازم يكون كلياته بيساوي واحد، وما ينفعش يكون اكبر من واحد. اللي هو هذا اول مثال. اوكي نخلي المثال كمان اصعب شويه، اتقل شويه تمام. سبوز انه الاكس هو ديسكريت راندوم فاريبل، عندنا حاجه اسمها اكس، هذا عباره عن عن متغير عشوائي منفصل، المتغيرات العشوائيه المنفصله، والتوزيع الطبيعي للاكس هذا طبقا للمعادله اف اوف اكس بتساوي 5 ناقص اكس على 10 لما الاكس من واحد واثنين وثلاثة. يعني بقول انا اديتك انه الاكس بيساوي واحد واثنين وثلاثة واربعة اللي هي عاملة بالشكل هذا، عند واحد واثنين وثلاثة واربعة زي المثال السابق تمام، وما عليك الا تروح تحسب لي كل بوبلتز الموجودة هنا حسب مين؟ حسب المعادلة هذه، عوض بالاكس هنا بواحد تطلع قيمته هنا بواحد، عوض بالاكس باثنين، خمسة ناقص واحد على اثنين اللي هو أربعة اثنين اللي هو أربعة ثمانية، حتطلع هذه بوينت أربعة، عوض هنا باثنين، خمسة ناقص اثنين اللي هو ثلاثة بالعشرة، هذه طلعت عند بوينت أربعة، هذه عندها طلعت بوينت ثلاثة، هذه خمسة ناقص ثلاثة على اثنين اللي هو اثنين على عشرة، هذه بوينت اثنين، عند الأربعة خمسة ناقص أربعة بالعشرة اللي هو بوينت واحد. صح كده؟ صح. لو جينا جمعناهم كلياتهم 4 و3 7 وكمان 3 اللي هو 10 على 10، فعلا البروبابيلتي سميشن للبروبابيلتي كلياتها البي ام اف هذه هنلاقيها سوت 1. طيب بقول سبوز وي ونت تو فايند اللي هو الكوميتيتيف دنسيتي فانكشن للاكس. طيب فور تي بتساوي 1 لما تي كانت عند الواحد واقفه هنا، الكوميتيتيف دنسيتي فانكشن اللي هي ايه؟ الحاجه اللي قبلها اللي هي كام؟ بوينت 4 او 4 على 10. طيب لما كانت لما صارت التي واقفه عند الاثنين واقفه هنا، يبقى مجموع هذا زائد هذا اللي هو الدنسيتي الموجود هنا اللي هو كام؟ بوينت 4 زائد بوينت 3 اللي هو كام؟ بوينت 7. طيب لو كانت عند الثلاثه، عند الثلاثة هنا يبقى هنحسب بوينت عند الواحد وعند زائد عند الاثنين زائد عند الثلاثة اللي هو هيو اف اوف اكس بيساوي واحد والاف اوف اكس بيساوي اثنين، اف اوف اكس بيساوي ثلاثة اللي هو بوينت 9 بالعشرة اللي هو 3 4 زائد 3 زائد 2 اللي هو كام؟ ب 9. طيب عند الاكس بتساوي 4، مفترض تطلع عندي 1 لانها كام؟ لانه عند الواحد زائد عند الاثنين زائد عند الثلاثه زائد عند الاربعه اللي هو كليات. نشوف مثال ثالث. في المثال هذا بده يوصلنا رساله، بيقول انه اذا كان في عندك مجموعه فاريبلز
موجودة هنا. هل لازم تجمعهم كلياتهم الأول الثاني الثالث؟ بينفع تجيب بين اثنين هنا وبين خمسة، تجيب المسافة هذه أو تجيب الكثافة الموجودة هنا؟ آه بينفع. أوكي، لو كان في عندنا مجموعة فاريبلز فرينج 1 2 3 4 5، والتوزيع الطبيعي بنحسب بيز المعادلة الموجودة عندنا بي اكس للكي بتساوي 1 على 2 كي. تمام، بدنا نوجد عند الثلاثة وعند الخمسة وعند من 1 إلى 5. بدناش نوجد كل بدناش نوجد من جزء معين، بس بدنا نوجد جزء معين. طيب عند الواحد طبعا حيوجد لي الجزء الموجود وين؟ الجزء الموجود هنا حيطلع معي كام؟ 0.8. طيب عند الخمسة حيوجد كام؟ حيوجد ايه؟ حيوجد الجزء هذا كلياته، كل الجزء الموجود هنا. طيب من 1 إلى 5، من 1 إلى 5 حيوجد الجزء الموجود هنا من عند الواحد لكام؟ لعند الخمسة الجزء اللي هو موجود هنا حلاقيه 0.48. مثال ثالث على الديسكريت او الديسكريت كومبتيتيف دنسيتي فانكشن. تمام، لو عندنا نظام او عندنا عائله من العائلات لها 3 اولاد في سامبل سبيس، ممكن الثلاث اولاد هذول يكونوا 3 بوي و2 بوي و2 جيرل، وكمان بوي جيرل بوي اللي هو مجموعه الاحتمالات اللي هو 2 أس 3 بيساوي 8، صح؟ اللي هو عنده 8 احتمالات. تمام، suppose the probability having a boy is the same probability of having a girl. ال probability انه يكون عنده boy قد ال probability انه يكون في عنده a girl. let the random variable the number of boy اللي هو عدد ال خلي ال random variable اللي هو عدد ال boys الموجود عندك. تمام، then ال x will have the following PMF اللي هو التوزيع الطبيعي كالآتي، اللي هو عدد البوي لما يكون 0 و1 و2 و3. هنا مفيش ولا بوي عندها جي جي جي، مفيش عنده ولا بوي. تمام، يبقى هذا 0 1 اللي هو بوي 1 عند الجي جي بي، هذا بوي 1 اللي هي كام؟ 3 على 8، يكون عنده بوي 1، وعنده 2 بوي كمان 3 على 8، وعنده 3 بوي عنده كام؟ 3 على 8. اللي احنا بدنا نستفيده من السؤال هذا، تمام، بقدر اتحكم بشكل معين او كان مثال السابق هو بشكل تراكمي. لما كان عند الاكس بيساوي 1 يبقى الدنس فانكشن بتؤمن، لما الاكس بيساوي 0 الدنس فانكشن بتؤمن، عند الاكس بيساوي 1 الدنس فانكشن اللي هو 4 على 8، لما كان ب2 حسب الدنس فانكشن على 7 على 8، عند الثلاثة لقى الدنس فانكشن صارت كام؟ صار 1. نفس المثال القبل السابق. نيجي للكونتينيوس، نيجي لمين؟ للكونتينيوس. لو في عندنا دالة f of x بتساوي 3x تابع، تمام، من الاكس بتساوي 0 للاكس بتساوي 1، الداله هذه لو جينا نرسمها بشكل طبيعي هنلاقيها عامله بالمسار الموجود عندنا هنا. تمام، لو عايز يدور عليها من عند الصفر لحد الواحد يبقى المساحه اللي تحت، عايز يحسب المساحه الموجوده هنا، بقول سهل جدا تحسب المساحه هذه عن طريق الكوميوليتيف دنسيتي فانكشن او الكوميوليتيف فانكشن. تقدر تقول انه المساحه الموجوده الاف اوف اكس بتساوي الانتجريشن من 0 ل1 من اول رينج لاخر رينج ل3 اكس تابع. في الانتجريشن عكس الديفرنشيشن اللي هو الثلاثه اكس تابع، راح نروح ننزل هذه نزيد هذه بواحد زائد واحد ونقسمها على هذه، يعني 3 على 3 اكس تكعيب. في النهايه 3 على 3 بتروح مع بعضها بيظهر مع اكس تكعيب. لما الاكس بتساوي 0 ناقص 1 وبتساوي ايه؟ 1، اللي هو الاكس بتساوي 1 ناقص 0
هذه كل الديكومنتيتد فانكشن بتسوحها. طبعا المساحه هذه كلياتها شكل طبيعي، لازم البروبابيلتيز كلياتها مجموع البروبابيلتي كان بيساوي واحد، وهذا وضع طبيعي. كمل اكزامبل، قال هنا في الدنسيتي فانكشن الموجوده معنا في الاكزامبل اللي فات، كونتينيود الاكزامبل هذا لسه احنا مستمرين، عايز يحسب الاريا من عند اثنين من هنا، تمام، من عند اثنين من هنا لحد الواحد، عايز يحسب الاريا هذه كلياتها، يبقى هيعمل الانتجريشن من بوينت 2 لواحد، نفس الانتجريشن، وحوض اللي هو 3 تكعيب اللي هو واحد ناقص هاي البوينت، بتطلع هذه قيمة المساحة. أما إذا كان المساحة محصورة في النص، مش هذا من عند البوينت 3 لحد البوينت 7 المساحة الموجودة هنا، لأنه لسه في عنده إيه؟ عنده الواحد هنا، واصل عنده الواحد، وهو أصلا بادئ من الزيرو، فلو كان من بوينت 3 لبوينت 7 حيكون الناتج بالطريقة هذه اللي هو المساحة تحت الكيرف هذا أو تحت المسار للدالة هذه. اكزامبل تاني على الكونتينوس فانكشن او كونتينوس كوموليتيف فانكشن التراكمية او الديستريبيوشن فانكشن، لو كان في عندي فانكشن f of x في التوزيع الطبيعي بتساوي x تكعيب على 4 ax، والفانكشن هذه بتكون عاملة من عند 0 لحد 2، حنلاقيها ممثلة في الكيرف اللي موجود عندنا بالشكل هذا. لو عايز يحسب المساحة من عند المساحة الكلية تحت الكيرف هذا، هيروح مباشرة يعمل انتجريشن من صفر لواحد، الانتجريشن للاكس تكعيب على الاربعة، هزيد الاكس هخليها اكس باربعة وحضربها وين؟ الاربعة هذه هنزلها تحت اللي هي اربعة ضرب اربعة اللي هو الاكس هو 4 على 16 اللي هي الموجودة عندي هنا، اللي هو الاكس باور 4 على 16 من 0 ل 2، 2 تكعيب 2 باور 4 ب 16 على 16 اللي هي 1 ناقص 0 بيساوي 1، يبقى هنا 2 هذه بتساوي 2 باور 4 على 16 ناقص صفر على اي حاجة بصفر، 2 باور 4 16 بطلع بواحد، يبقى المساحة كلها الموجودة هنا بتساوي واحد، وهو المطلوب لانه البروبابيلتي تحت الكيرف هذا كلياته لازم يكون بيساوي ايه؟ لازم يكون بيساوي واحد، لانه في رينج كلياته من صفر لوين؟ لاثنين. لو عايزين نحسب جزء من المساحة هذه تحت الكيرف من 0.5 لحد 2، من وين بدأ؟ من عند 0.5 لوين؟ لحد 2 الجزء الموجود هنا، طبعا اتجاهل كل الجزء هذا بدهش اياه، بس بده الجزء الموجود وين؟ موجود هنا، حنلاقيه بيساوي المعادلة هذه، تمام؟ أما لو بده يحسب من 0.5 ل 0.7 هو اتجاهل الاثنين، هذه المساحة بدهش اياها، والمساحة اللي هنا بدهش اياها، وبده يحسب المساحة هذه، حنلاقيه في المعادلة هذه بنعوض فيها التعويض مباشرة، حنلاقي القيمة أكيد إنها أصغر من إيه؟ من واحد في كلا الحالتين، هذه حتكون أصغر من واحد، وهذه لازم تكون أصغر من واحد، وهيك بنكون أنهينا القسم هذا، وقسم ممتع جدا وقسم مهم جدا، كيف أحسب كثافة مجموعة من المتغيرات في رينج معين، او مجموعه من المتغيرات لو كانت ديسكريت لو كانت منفصله، او يحسب المساحه تحت الـ الكيرف لو كنا بنتكلم عن كونتينوس او حاجه متصله. اوكي، الاكسبكتيشن او التوقع هو توقع قيمه معينه من الفاريبلز الموجودة عندي في السامبل سبيس. عندي طبعا انتوا عارفين حالتين من الفاريبلز اللي هي تكون كونتينوس وتكون ديسكريت. لو كانت ديسكريت عندهم فاريبلز الموجود عندي مثلا عاملة بالشكل هذا 1 2 3 4، كل اكسبكتيشن وعند 1 2 3 4 5،
كل قيمة متوقعة أو كل توقع لقيمة معينة هو عبارة عن القيمة الموجودة في السامبل سبيس مضروبة في البروبابيلتي تبعها، وموضوع موضوع مجموع الاكسبكتيشن هو توقع لكل السامبل سبيس من واحد اثنين لحد الخمسة، حضر كل قيمة في السامبل سبيس في البروبابيلتي تبعهم واجمعهم كلهم، بكون هذا التوقع لكل الديسكريت variable. أما لو كان continuous عامل عنا بالشكل هذا مثلا أو عامل بشكل معين، بكون بدل المجموع هيكون إيه اللي هو الانتجريشن التكامل لكل. أوكي، نيجي للإكزامبل بسيط على الديسكريت سامبل سبيس. لو كان في عندي ديسكريت سامبل سبيس من واحد لخمسة، وهي كل probability لكل واحد فيهم، يعني بنقول انه الاكسبكت لو بدنا نحسب الاكسبكتيشن عند الاربعه مثلا، هنلاقيه بيساوي قيمه الاربعه اللي هي موجوده في الدومين هذا مضروبه في البروبابيلتي تبعها اللي هي 0.2. الاكسبكتيشن للخمسه هنلاقيه بيساوي الخمسه مضروبه في البروبابيلتي تبعها اللي هي 0.2. طيب الاكسبكتيشن للدومين كلياته كل واحد مضروب مجاميعهم كلياته السميشن للواحد مضروب في البروبيل تبعته، الاثنين مضروب في البروبيل تبعته، الثلاثة مضروب في البروبيلتي تبعتها، والأربعة مضروب في البروبيلتي، والخمسة مضروبة في البروبيل تبعها، الاكسبكتيشن كله بيساوي 3.3. اكزامبل تاني كالكوليشن شوية مختلف. في عندي الدومين من واحد لخمسة، والبروبابيلتي اللي فاتت كلياتها نفس البروبابيلتيز، عايزين نجيب الاكسبكتيشن عند الواحد. الاكسبكتيشن عند الواحد بسميشن من اكس، الاكس بيساوي واحد، في البروبابيلتي للواحد بيساوي 0.2. طيب الاكسبكتيشن عند الاثنين والثلاثة، السميشن من عند الاثنين للثلاثة، البروبابيلتي لما دول للاثنين، الاثنين في البروبابيلتي تبع الاثنين زائد الثلاثة في البروبابيلتي تبع الثلاثة بيساوي 0.8. الاكسبكتيشن من الاثنين لحد الخمسة، الاكسبكتيشن كله كان سيكونس بيطلع 3.1. آخر مثال معنا في القسم هذا هيكون على الكونتينوس اكسبكتيشن. لو كان في عنده الاكس في رينج من 0 ل 1، وفي الدنسيتي للاكس عندي الاف اوف اكس عندي الاكس عندي الاكس، لو نيجي نعمل انتجريشن للاكس هنلاقيها بتساوي اكس تربيع على 2 او نص اكس تربيع، لانه بنزيد الاكس هنا بتصير ب 2 وال2 هذه بننزلها تحت، فبتصير ايه اكسبكتيشن اللي بتصير الانتجريشن لها اللي هو نص اكس تربيع. الاكسبكتيشن عند الدومين كلياته من عند 0 لحد الواحد هنلاقيها نص، هنلاقيها كام؟ هنلاقيها بنص. الاكسبكتيشن لو كان من 0 نفس العينه من 0 ل 2 هنلاقيها كام؟ 3 على 2 بعد الاكسبكتيشن، لانه عملنا لها انتجريشن للاف اوف اكس، نفس الانتجريشن كمان مره للنص او الاكس تربيع على 2 عملنا لها كمان مره انتجريشن، صارت 3 اكس على ايه؟ على 8. فهيكون الاكسبكتيشن لها 3 على 2 بعد التعويض المباشر عند التنين، عند الاثنين ناقص الزيرو هلاقيها 3 على 2. وهذا الجزء بما يتعلق بجزء الاكسبكتيشن، مسائل بسيطه جدا وجزء بسيط جدا في الديستريبيوشن. في هذه المحاضره سوف نتعرف على نوعين من انواع التوزيع للدوال المنفصله اللي هي الديسكريت ديستريبيوشن، وهناك نوعين من انواع التوزيع للدوال المنفصله وهي البرنولي ديستريبيوشن والبرنوميال ديستريبيوشن. هو توزيع برنولي والتوزيع الثنائي، وهما كالاتي:
لو كنا بنتكلم عن logic value، logics value، ايه يعني logics value؟ يعني value بتقبل فقط اللي هو قيمتين، يعني قيم فقط او متغيرات بتقبل فقط قيمتين، قيمة 0 1، yes or no، true or false. اوكي، هنلاقي التوزيع البرنولي ديستريبيوشن هو المسؤول عن حساب قيمة التوزيع، هذا التوزيع تبعهم، وبنسميه discrete برنولي ديستريبيوشن. discrete برنولي ديستريبيوشن، لو كان في عندنا discrete random distribution x، قيمة اسمها x او متغير اسمه متغير عشوائي اسمه x، بالمتغير هذا بنسميه برنولي random distribution اذا كان فقط بياخد واحدة من التو variables 0 او 1 او منهم نفس الحاجة true او true او false. اوكي، yes yes او no، بياخد yes او no، وهذا الكلام بنسميه برنولي ديستريبيوشن. والفانكشن هذا بنعرفها بايه؟ بي اوف اكس، البروبابيلتي للمتغير اللي اسمه اكس بيكون بي لما الاكس بتساوي 1 او الاكس بتساوي 2 او الاكس بتساوي يس، يا اما يس بتساوي يس بيكون البروبابيلتي بيساوي بي، وواحد ناقص بي لما الاكس بتساوي فولس او الاكس بتساوي نو. اكس بتساوي فولس واكس بتساوي نو، وهذا الكلام بينطبق بالكامل على مين؟ على الكوين، بينطبق على الكوين اللي هو العمله المعدنيه، العمله المعدنيه ال 50 50، يا اما لما انا نجي نعمل العمله المعدنيه هتديني يا اما صوره يا اما هتديني ايه؟ كتابه، تمام؟ فيش احتمال ثالث، الاحتمال تبعهم يا اما صور يا اما كتابه، فقط احتمالين تو فاليوز اونلي، ما فيش في فاليوز ثالثه. اكزامبل او اكزامبلز للبرنولي ديستريبيوشن، هنشوف النيو بورن تشايلد، نيو بورن تشايلد ولد جديد راح يجي ايضا ميل او فيميل، هيجينا يا اما ولد يا اما هيجينا بنت. هو في نيو بورن البروبابيلتي تبعه كام؟ كامل بواحد، تمام. هيكون البي للميل بتساوي 0.5، والبي في ميل بتساوي 1 ناقص 0.5 ايضا 0.5. اكزامبل تاني، يو ايضا باس او فيل اكزام، يا اما هتعدي الامتحان يا اما مش هتعدي الامتحان، يا يعني هيكون في نجاح يا اما هيكون في وزوب. التوتال بروبابيلتي هيكون بواحد، البي للباس البروبابيلتي انه يكون باس بساوي نص، البروبابيلتي للفيل الواحد ناقص ناقص نص. كمان التنس بلاير لو قاعد بيلعب جيم، يا اما هيفوز الجيم هذا يا اما هيلوس الجيم هذا، يا اما هيفوز يا اما هيخسر، البروبابيلتي انه يوين 0.5، البروبابيلتي للوس واحد ناقص 0.5 اللي هو برضه 0.5. For example, the Bernoulli distribution لو كان في عندي البيت سامبل ساينتست، في عندنا مصنع من المصانع، المصنع هذا هيشوف العمل هيقل عنده ولا مش هيقل عنده بناء على العوامل او بناء على الحوادث اللي هتصير وين في 10 ايام، احنا هنا مسجلين 9 ايام. بيقول اذا كان العامل هذا، تمام، كانت عنده القيمة الثانية اكبر من القيمة الاولى، القيمة الثانية اكبر من القيمة الاولى بياخد انه 1، اذا كانت اصغر من القيمة الثانية بياخد بزيرو. نشوف في البلانت عنده الموجودة في 10 ايام، احنا ماخدين هنا 9 ايام، لو كان ساعات العمل 45 ساعة وبعد كده صار في عنده حوالي 36 ساعة، القيمة الأولى القيمة الجبل أكبر من القيمة اللي بعد، ف
فكانت ان القيمه كام؟ بواحد. هاي حسب القانون المقدور عنده، اذا كانت الفيرست فاليو اكبر من السكند فاليو بيكون قيمته ايه؟ بواحد. غير هيك بيكون قيمته زيرو. 73 اكبر من 36 يبقى هذه كمان واحد. 36 اكبر 46 اكبر من 44 بواحد. 124 اكبر من 119 كمان بواحد. 33 اصغر من 35 القيمه الاولى اصغر من القيمه الثانيه يبقى ايه؟ في عندنا ايه؟ 5. 57 اكبر من 51 ان هنا كل القيم الباقيه بواحد، لانه القيم الثانيه هنا كلياتها القيم الاولى اكبر من القيم الثانيه حيكون عندنا بواحد. الفكره انه الديستريبيوشن اخذ تو فاليوز، يا اما اخذ زيرو يا اما اخذ بواحد. اوكي، لو كان في عندنا سيريز من البارنولي ديستريبيوشن، لو كان في عندي مجموعه من البارنولي ديستريبيوشن اللي هي اللي بتحمل ايه؟ اللي بتحمل بي وواحد ناقص بي، اللي بتحمل يس او بتحمل ايه؟ نو. مش احتمال او احتمالين فقط، عندنا بتحمل مجموع سيريز من اليس او نو، وسيريز من زيرو او واحد، سيريز من التو وفولس. في الحالة هذه بنسمي الديستريبيوشن هذا الباينوميال ديستريبيوشن، باينوميال ديستريبيوشن. وزي ما بيحمل البي وواحد ناقص بي، عندنا بناخد توافيق الان واي، اكم واحد من الان المجموع الكلي اكم واحد منهم بيحمل يس، وهذا بنضرب في البروبابيلتي لليس او بروبابيلتي للواحد، والواحد باقي البروبابيلتي بتاخد اللي هو الان ناقص ناقص واحد اللي بتحمل ايه؟ اللي بتحمل زي، يبقى هذا اللي بيحمل يس وهذا اللي بيحمل ايه؟ نو. هاي الجزئيه كل واحده من التنتين البروبابيلتي للاي اللي هو البروبابيلتي او توافيق البروبابيلتي للي بيحمل واحد في توافيق البروبابيلتي للي بيحمل ايه؟ زيرو. وتذكروا دائما ان التوافيق للان واي بتساوي ان فاكتوريال في ان ماينس اي فاكتوريال في اي فاكتوريال، هذا القانون القديم. يبقى البينوميال ديستريبيوشن التوزيع الثنائي نفس التوزيع بيرنولي، لكن بيجي عليه سيريز او متسلسله متعدده للبيرنولي ديستريبيوشن اللي هو بيحمل واحد قيمتين اللي هو زيرو او واحد، يس او نو، ترو او فولس، لكن في المرحله هذه بيحمل مجموعه من الزيروز والوانز مع بعضهم. نشوف اكزامبل على شغلنا. في عندنا شبكه كمبيوترات، تمام. الشبكه هذه فيها 10 اجهزه، فيها 10 اجهزه. لو اعتبرنا انه في جهاز من الاجهزه او مجموعه من الاجهزه شغاله في نفس الوقت، كل جهاز من الاجهزه بيكون اكتف بقيمه او بالبروبابيلتي باحتمال 1 بالعشرة. اكتف باحتمال كام؟ 1 بالعشرة، تمام. وات از بروبابيلتي انه يكون في عندي جهاز واحد 1 ستيشن اكتف؟ طب اذا كان 1 ستيشن اكتف، هي عندنا 10 اجهزه في واحد منهم اكتف، البروبابيلتي تبع الواحد 0.1، مظبوط، اخذناها من هنا. طب البروبابيلتي للتسعة اجهزه بتكون 0.9، يبقى البروبابيلتي للواحد بتساوي توفيق البروبابيلتي للعشرة والواحد في 1 باور 0.1 باور 1 في 0.9 باور 9 بيطلع البروبابيلتي هذا. طيب لو كان في عندي 5 اجهزه شغاله، يبقى البروبابيلتي للخمسه بيساوي 10 توافيق الخمسه في 0.1 باور 5 و 0.9 اللي هم مش شغالين، حيكون شغال البروبابيلتي انه يكون شغال 0.1 في البروبابيلتي لل 0.9 باور 5 والقيمه هذه. لو كان في عندي 10 اجهزه شغالين، توافيق 10 على 10 في 0.1 في 0.9 باور 9. اكزامبل تاني،
اكزامبل بروفيت اللي بيعمل للناس اللي بتعمل بروفيت جنريشن، بتعمل جنريشن للبروفيت تبعها في السنه الاولى، تمام. وهذه دارجه كتير في بين الشركات، اللي هو بعد فتره بيجي او بعد سنه بيجي بيعمل بروفيت عشان يعمل التاكس للفايل تبعه، يرجع الفلوس اللي هي اتاخدت منه، فبيعملوا ايه جنريشن للبروفيت تبعها. بيقول احتمال انه 80% من اي حدا بيشتغل في الاي تي اندستري يعمل جنريشن للبروفيت في السنه الاولى على طول، اول ما تبدا السنه تبعه بده يرجع الفلوس اللي هو دفعها للتاكس او دفعها للضريبه، فبروح بيعمل ايه؟ بيعمل جنريشن للبروفيت تبعه. لو كان في عندنا 10 ناس توظفوا جديد عندنا، تمام؟ قديش 7 من ال10 ممكن يعملوا بروفيت؟ قديش البروبابيلتي انهم 7 من ال10 هذول يعملوا بروفيت؟ ممكن يسالني يقول لي قديش ممكن 5 بدهم يعملوا ايه بروفيت، 4 بدهم يعملوا بروفيت. اللي بيعمل الاحتمال انه يعمل اي موظف من الموظفين انه يجي يعمل جنريشن للبروفيت تبعه 0.8. طب انه ما يعملش جنريشن للبروفيت تبعه اللي هو حنلاقيه 0.2. لو كان 7 قديش احتمال ال7 انهم يعملوا جنريشن للبروفيت؟ هذا اللي احنا بدنا نحسبه، اللي هو ال10 توفيق ال7 في ال0.8 اللي هو اليس، هذه 0.7 في 0.2 على 10 ناقص 7 وبنطلع القيمه تبعته. طب لو قال لي 5 بدل ال10، قال لي 5 بدل ال10 5، حيكون البروفيت او البروبابيلتي لل5 حنلاقيها بتساوي كام؟ اللي هو 10 توفيق ال5 في 0.8 باور 5 مضروبه في كام؟ مضروبه اللي هو 0.2 توفيق باور ال5 اللي هو 10 ناقص 5، وبنحسب الكلام هذا كم بيطلع. اكزامبل اخير في البينوميال ديستريبيوشن او في التوزيع الثنائي، لو عندنا فريق باسكت بول، فريق تبعنا هذا الباسكت بول، بيقول فريق الباسكت بول هذا احتمال انه يفوز في اي مباراه من المباريات، احتمال انه يفوز ب 75%، يبقى احتمال انه يخسر كام؟ 25%، لانه كل البروبابيلتي كلها بتساوي 1، فاذا كان بده يفوز ب 75% راح يخسر بكام؟ 25%. طب اذا الفريق هذا بده يلعب 5 جيم، الفريق هذا بده يلعب كام؟ 5 جيم سيريز اوف ديستريبيوشن من 1 و0، 5 جيم ورا بعضهم بدهم يلعبوا، حيفوز بالجيمز هذا، حيعتبر الفريق هذا فايز اذا كان فاز باكثر، اذا كان الفريق هذا فاز بالعدد الاكبر من 5، يعني على الاقل لازم يفوز بكام؟ ب3، لازم يفوز بكام؟ ب3. البروبابيلتي للثلاثه بكام؟ هذا حتى نحسب البروبابيلتي للثلاثه اللي هو 5 توافيق الثلاثه في 0.7 البروبابيلتي عشان يفوز في الجيم الواحد اللي هو اليس، في البروبابيلتي انه يخسر اللي هو حيكون بالشكل هذا، تمام؟ هذا انه يكون يفوز ب4. هنا حدد لي انه يكون ماتش مور سكيلد، انه يكون يجيب اكثر نقط. طب لو قلنا انه الفائز بده يفوز لازم يكون فائز ب4، انه اعتبرنا انه الفائز لازم يكون فائز ب4 مباريات، البروبابيلتي انه يوين كام؟ انه يكون ويننج اللي هو البروبابيلتي للاربعه بيساوي اللي هو 5 توفيق الأربعة في 0.7، 5 الكل باور 4 ضرب اللي هي 0.2 كله توفيق اللي هي كام؟ الواحد، مظبوط. وبنحسب القيمة هذه تبعتها، وهذا هو البينوميال ديستريبيوشن. في هذا القسم سنتكلم عن التوزيع
للدوال المتصلة الكونتينوس ديستريبيوشن، وحيث يتكون التوزيع أو ينقسم إلى أربع أقسام اللي هو اليونيفورم ديستريبيوشن المتماثل، الجاوسيان ديستريبيوشن اللي عامل زي الجاوسيان بشكل معين، الجاوسيان عامل بالشكل هذا، الاكسبوننشال ديستريبيوشن عامل بالشكل الاكسبوننشال او عامل بالشكل هذا، والباور لو ديستريبيوشن هنشوف كل واحد منهم بالتفصيل ايش خصائصه وناخد اكزامبل على كل واحد منهم. في اليونيفورم ديستريبيوشن بيكون الديستريبيوشن هذا ماخذ او معروف عنه ركتانجولار ديستريبيوشن، تمام، بيكون ديستريبيوشن كونستانت بروبابيلتي، بيكون ثوابت البروبابيلتي تبعته دائما ثابته، يعني البروبابيلتي ديستي فانكشن كومولتيف ديستي فانكشن للكونتينوس يونيفورم ديستريبيوشن بيكون في الانترفال بين اي وبي، محصور بين اي هنا وبين اي بي بين قيمتين محددتين، وبكون دائما البروبابيلتي اللي هو بيساوي واحد على البي ناقص الاي. اذا كان في القيمه محصوره بين الاي وبين البي، اذا كان قيمه الاكس بين الاي وبين البي في انترفال معين بيكون البروبابيلتي واحد على بي ماينس اي، غير هيك اذروايز بيكون بيساوي زيرو، بيكون بيساوي زيرو. بيكون الدومين للاكس بيساوي اكس ناقص اي على بي ناقص اي لما القيمه تكون بين الاي والبي، اذروايز بيكون بيكون زيرو. يبقى عندنا البروبابيلتي بيساوي واحد على بي ماينس اي، والديستريبيوشن او اليونيفورم ديستريبيوشن الدي على الاي اللي هو الكوميوليتيف مع بعضيه كلياته بيساوي اكس ناقص اي على بي ناقص اي، هذا طبعا لكل الانترفال الموجود. هنشوف اكزامبل على الكلام هذا، اكزامبل على اليونيفورم ديستريبيوشن كويز. لو في عندنا اعطينا كويز لطلاب، في عندنا عدد الطلاب المشتركين في الكويز 30 طالب، في عندهم مجموعه من الاسئله، والتايم اللي مسموح في عشان يقدر يجاوب على الاسئله هذه اللي هو 25 سكن، لازم يجاوب على الاسئله الموجوده هنا موجود وين؟ في 25 سكن. قديش البروبابيلتي للبارتيسيبنت انهم يجاوبوا على الاسئله هذه في 6 سكن؟ قديش البروبابيلتي انهم يجاوبوا 6 سكن؟ يعني بدنا نجيب الكونتينوس يونيفورم ديستريبيوشن، كونتينوس يونيفورم ديستريبيوشن. اول حاجه الدنسيتي بروبابيلتي قلنا واحد على البي ناقص الاي، البي ماخذه عندي من كام؟ ماخذه من 0 لحد 25. ما دام البروبابيلتي تبعه من 0 ل 25 يبقى 1 على عندنا البي بتساوي 25 والاي بتساوي 0، 1 على البي ماينس الاي اللي هو 1 على 25 ناقص 0 1 على 25. هذه البروبابيلتي الاولى لكل واحد او كل كوميوليتيف بروبابيلتي عند السكند الاولى 1 على 25. طيب لو عايزين نجيبه عند 6 سكند من 0 ل 6، عايز اجيبه من 0 لايه؟ ل 6، بنقول الكلام هذا بتساوي الريت من 1 ل 25 في 6 في 30، 6 سكند اللي هو اللي هيجاوبه في 6 سكند البروبابيلتي الوحده الوحده في عدد السكند، اوكي؟ بعدين في عدد البارتيسيبنت تقريبا هنلاقيه في 7 بارتيسيبنت ممكن يجيبوا البروبابيلتي هذه او يجاوبوا على الاسئله في 6 سكند. اكزامبل ثاني على اليونيفورم ديستريبيوشن، لو كان في عندنا عايزين نعمل تشويسنج، عايزين نعمل اختيار لراندوم نمبر، الراندوم نمبر هذا اسمه ان، نعمل اختيار لراندوم نمبر هذا بيكون محصور من اي بتساوي 690 لحد بي بتساوي كام؟ 850. بعد ما اختار الراندوم هذا المحصور بين 690 و 850، قديش احتمال انه يكون الراندوم نمبر هذا اكبر من ايه؟ من 790، يكون اكبر من 790
وتسعين، يبقى التارجت من 690 ل 790 هذا مش هدفنا. الهدف تبعنا انه نوجد نختار الرقم في رينج يكون من 680 ل 850، لكن بشرط اساسي يكون باكبر من 790، اكبر من 790. يبقى الدنسيتي البروبابيلتي كلها الدنسيتي لكل بروبابيلتي اللي هو من 850 ل 690 بتساوي 1 على 160، 1 على 160. لكن لو جينا حسبنا البروبابيلتي الجديده اللي احنا عايزينها من 790 ل 850، هنلاقي الرينج تبعنا صار 60. فالبروبابيلتي الرقم الجديد ان اختار رقم اكبر من 790 ويكون في رينج من 690 ل 850 اللي هو 1 على 60 الدنسيتي بروبابيلتي لكل العينه، في 60 الارقام المحتمل تطلع عندي 60 رقم من 790 هلاقيه كان بيساوي 0.1. النموذج الثاني للكونتينوس ديستريبيوشن بنسميه النورمال ديستريبيوشن او الجاوسن ديستريبيوشن. ايش يعني جاوسن ديستريبيوشن؟ هلاقي الديستريبيوشن هذا التوزيع ماخد ميو اللي هو ماخد اكسبكتيشن معين، وماخد سيجما ماخد فاريانس معين، ماخد اختلاف معين اللي هو السيجما، وماخد اكسبكتيشن معين توقع معين. هلاقي عامل ايه بالشكل هذا. في الحاله هذه الجاوسيان ديستريبيوشن هيكون الاف اوف اكس بيساوي 1 على جذر 2 باي سيجما اللي هو الفاريانس تابع الكل مضروب في اي ماينس اكس باور ماينس اكس ناقص ميو تابع على 2 سيجما تابع. وهذا التوزيع الطبيعي المعتمد في حاجات كتير جدا في من اساليب الحياه، من اهم الامثله الموجود فيها نجاح الطلاب ووصول الطلاب. هنلاقي دائما هيبدا مثلا الناس اللي تحت الناجحين زي الناس نفس مجموعه الناس اللي جايبه التميز، اوكي. والكل في النهايه بيكون التوزيع الكبير بيكون جاي وين في الوسط. هنشوف اكزامبل على الكلام هذا بشكل مباشر. لو كان في عندنا يونيفورم ديستريبيوشن او جاوسن ديستريبيوشن، الميو كانت عند 100 الاكسبكتيشن، وكان السيجما الفاريانس عند بيساوي 15، والبروبابيلتي للاكس بيساوي 120، كتعويض مباشر حسب القانون الموجود عندنا هنلاقي الاف اوف اكس او البروبابيلتي اللي له الديستريبيوشن اللي له عند الرقم اكس بيساوي 120 هلاقيه 0.019. الاكسبوننشال ديستريبيوشن، الاكسبوننشال ديستريبيوشن هو جزء من اليونيفورم ديستريبيوشن بس له ميو فقط، له فقط ميو لكن ملهوش سيجما، ملهوش فاريانس، ملوش فاريانس معين، هلاقيه عامل بشكل معين. عشان كده بنقول انه هذا بيساوي ايتا في اي ماينس ايتا على اكس فوق الاكس اكبر او يساوي 1، وزيرو لما الاكس بتكون اصغر من ايه؟ من زيرو. الاكس بتكون اصغر من زيرو بكون 1، بكون زيرو. لكن في الحاله الثانيه اذا كان اكبر من 1 انه في قيم للاكس هيكون عندي ايه؟ في قيم متتالية متزايدة بشكل ايه متزايد. هلاقيه عامل بالشكل هذا، هلاقيه عامل بالشكل هذا، هلاقيه عامل بأي شكل متناقص بالشكل هذا، بأي شكل من الأشكال. هنشوف مجموعة الأشكال في السلايد اللي بعدين. هاي شكل من أشكال الجاوز الاكسبوننشال ديستريبيوشن. هاي شكل بيبدأ من بقيمة عالية، وبعد كده بتبدأ القيمة تنزل لوين؟ لحد ما تقول لوين؟ للصفر في النهاية، أو بيبدأ من الصفر وبتبدأ القيمة تطلع تتزايد بشكل، أو بيبدأ من الشكل العالي وبيرجع بتناقص، أو من الأشكال هذه وعند نقطة معينة بنقلب الديستريبيوشن هذا
وبيبدأ يختلف معنا. المهم احنا نعرف الكونسبت تبعه، مش مهم ناخد اكزامبل كثير عليه، لكن هذا بشكل مباشر لو عوضنا في التعويضات هذه هيطلع معنا، او لو عوضنا بالقيم للايتا بالشكل هذا هيطلع معنا الاشكال هذه. وان شاء الله الكلام هذا هتشوفوه بالبايثون بالعملي مع الأستاذة لينا أو مع الباشمهندس صالح. الباور لو ديستريبيوشن نوع رابع من الكونتينوس ديستريبيوشن، والنوع هذا من الكونتينوس ديستريبيوشن هنلاقي فيه ديستريبيوشن معين، سواء كان يونيفورم ديستريبيوشن سواء كان اكسبوننشال ديستريبيوشن، بس الفرق فيهم انه هذا يكون فيها باور لو، بيخضع للباور. ايه يعني بيخضع للباور؟ اللي كل ما رفعناه لقيمه من القيم هذه، القيمة هذه يا بتصغر فيه يا بتكبر فيه، عشان بقول الفاليو للإكس مينيمم أقل قيمة إحنا ممكن نصلها للديستريبيوشن هذا عند القانون الموجود عندنا بالشكل الموجود هنا. وهي عندنا مجموعة إكزامبل على الباور لو ديستريبيوشن، هنلاقي ديستريبيوشن عامل بالشكل هذا نمبر أوف لينك للنوتس اللي بتكون في مرحلة معينة، وهي كمان عندنا ديستريبيوشن لعدد الناس اللي عندهم مشاكل معينه. طبعا من اهم الديستريبيوشن البوالي ديستريبيوشن في الكورونا الموجوده عندنا، هل قد ممكن يطبقوه عشان يتوقعوا ايش في ديستريبيوشن للمرض في بعد فتره زمنيه معينه. وهيك بنكون انهينا محاضره الديستريبيوشن او وحده الديستريبيوشن، وان شاء الله في الوحده الجايه حنفوت على وحده جديده اللي هي وحده الاوبتمايزيشن. شكرا لكم.